من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تقليد في أصول الدين، لا تقليد في العقائد، أمور لا ترضي الطائفي والتكفيري من كل المذاهب، لكنها توافق واقع وسطية الدين والضمير والأخلاق، المحسن والباب والإسقاط بين الحقيقة والخرافة والسياسة. الحديث طويل عن المحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام، فهو بين من ينكر وجوده أصلاً وبين من يقول بولادته ووفاته في حياة جده رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فإثبات كونه سقطاً يحتاج للكثير من المؤونة. وأكتفي ببعض الإشارات. عمر أم كلثوم، علي عليهم السلام، مصاهرة تنسف أسطورة الباب والإسقاط. تاسعاً، جمع السبب والنسب والصهر. أليف، في سنة 15 للهجرة انتصر الإسلام على مجوسية فارس في معركة القادسية. باء، في سنة 16 للهجرة تم فتح المدائن وإسقاط عاصمة الأكاسرة، وكان السبي والغنائم فوق التصور والإحصاء، لكن عمر رضي الله عنه زهد بذلك دائماً، وطلب القرب من رسول الله وآله الأطهار عليهم الصلاة والسلام. جيم، رفئوني زفوني هنئوني بأم كلثوم ابنة فاطمة عليها السلام. قال ابن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري. عاشرا، بالمصاهرة رضا فاطمة والرسول عليهما الصلاة والتسليم. أليف، في سنة 17 للهجرة تم تزويج عمر رضي الله عنه وله 57 سنة تقريبا من أم كلثوم ولها 11 سنة أو أقل. باء، من الواضح أن فارق العمر الكبير يزيد في خصوصية الزواج وتميزه. جيم، حصل ذلك مع وجود الكثير من الأكفاء من شباب بني هاشم وغيرهم، حيث إن أم كلثوم بعد وفاة عمر رضي الله عنه قد تزوجت بأبناء عمها، فتزوجت بعون، وبعد وفاته تزوجت بمحمد، وبعد موته تم زواجها بعبد الله، وكلهم أبناء جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. دال، لا يخفى أن موافقة الإمام علي عليه السلام ورضاه بعمر رضي الله عنه فيه رضا الله عز وجل، ورضا رسوله عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، ورضا فاطمة الزهراء عليها السلام، والتي فرحت بزفاف ابنتها أم كلثوم. ها، إذن أين المسمار والضلع والإسقاط؟ وللكلام بقيه.